فمن بين 50,000 مشارك فاز الشاب العراقي زين العابدين المرشدي بجائزة قارئ الوطن العربي قارئ العام، والتي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في المملكة العربية السعودية عن نصه عتاب متأخر من هابيل. وتسلم المرشد الجائزة من وزير التعليم العالي السعودي يوسف البنيان. الأوساط الثقافية والأدبية تفاعلت مع هذا الإنجاز، وكتب العديد من الشعراء كلمات الإطراء والثناء لزين العابدين. نتابع لحظة التتويج. المتسابق الأخير معنا من؟ وجائزة من ستكون؟ جائزة لجنة التحكيم. بدكم تتحملوا الآن أنتوا ردات الفعل. إذن جائزة لجنة التحكيم، من الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم؟ هو قارئ العام، والتصويت أو يعني وفقا لتقييم لجنة التحكيم. فتحنا الظرف. من؟ من؟ زين العابدين المرشدي من العراق. نتابع مشاهدينا أيضا بعضا من التعليقات التي تناولت هذا الفيديو. فيصل عبد الله كتب: بعد تأهله ها هو المبدع زين العابدين المرشدي يفوز بالمركز الأول من بين 50,000 متسابق من كل دول الوطن العربي في مسابقة اقرأ الدولية المقامة في السعودية. مبارك لنا ولجميع العراقيين، الفخرة بك يا رائع. أيضا سعد محمد كتب: وأخيرا زين العابدين المرشدي يفوز بجائزة قارئ العام في الوطن العربي المقامة في المملكة العربية السعودية. ألف مبارك يا قلب أخيك، دمت شاعرا رائعا وقارئا متميزا. حامد قاسم كتب: احفظوا هذا الاسم جيدا، زين العابدين المرشدي، احفظوا اسم هذا الولد النحيل الشاعر بسمرته المملوحة وابتسامته التي تدخل القلب وتبهج الروح. أنا شخصيا أشعر بالفرح كلما أقبل علي متهلل الأسارير. احفظوا اسمه واطمئنوا على عافية الشعر.